وأعرب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله عن سعادته بتنظيم مصر للاجتماعات الثانوية لبنك التنمية الأفريقية وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي نجحت في الاستجابة للتحديات العالمية رغم من التحديات المتزايدة على المستوى العالمي بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع نسب التضخم وأيضا ارتفاع تكلفة خدمة الدين فإن مجموعة البنك استجابت لهذه التحديات العديدة من خلال دعمها للدول الإقليمية وقامت بهذا من خلال التمويل ومن خلال منتجات المعرفة وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي وأيضا الهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الحشة ومن خلال الإدارة التحوطية المالية فإن البنك تمكن من الحصول على تصنيف تريبل اي وهذا أمر نادر في هذه الأونة وذلك من خلال وكالة التصنيف الكبرى وإنني على قين من أن هذا البنك سيستمر في قيادة أقرية